السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. رمضان كريم لكل جزائريين داخل وخارج الوطن. يتموقع في المكان الاول من المجموعه الخامسه. الجزائر، المنتخب الجزائري، منتخب الجزائر الذي فاز بنسخة 1990 أو نسخة 2019 يتموقع في المكان الأول من المجموعة السادسة صحبة منتخب أوغندا. إذا مثل ما شفتوا خوتي، إذا هذه هي القرعة اللي حطت المنتخب الوطني في مجموعة ما نقولوش يعني ضعيفة ولا مش ضعيفة، لأن كرة القدم في إفريقيا فيها مفاجآت، فيها العديد من الأمور. إذا المنتخب الوطني في مجموعة اللي فيها أوغندا وتنزانيا والنيجر. النيجر واجهناه، منتخب فيه لاعبين ينشطوا في أوروبا لكن يبقى دائما منتخب متواضع، رغم أني أنا عندي نظرة دائما أنه ما كاش فريق ولا منتخب صغير ولا ضعيف في افريقيا. غينيا الاستوائيه كان فريق ضعيف، سيراليون من المنتخبات الضعيفه جدا، ما قدرناش نفوزوا عليهم، خسرنا مع غينيا الاستوائيه وتعادلنا مع سيراليون. اذا اوغندا منتخب اللي كان يعني عنده مشوار لاباس به في 2017 اللي كان في مجموعه مصر في كاس العالم، وكان يعني انصح القول منتخب قوي وعنيد. ايضا في 2019 شارك في كاس افريقيا. منتخب هذا اللي عنده مدرب ميلوتين سيردوفيتش، مدرب الصربي اللي خلى بصمه على المنتخب، عطى بصمه تاعو على منتخب اوغندا. عنده بعض اللاعبين ينشطوا في البطوله المحليه، في البطولات في اسكتلندا، في يعني لاعبين يعني ما نقولوش يعني لاعبين مستوى عالي، لكن هو حاول انه يخلق مجموعه ويخلق لعب جماعي لمنتخب اوغندا المدرب سيردوفيتش. منتخب كما قلت فيه لاعبين ينشطوا سواء في البطوله المحليه سواء في بطولات خارجيه ضعيفه، كاين اللي ينشط في ماذرويل في اسكتلندا، يعني يعني لاعبين على قد حالهم كما نقولوا، لكن يبقى منتخب لا يستهان به نظرا للمستوى اللي تراجع فيه المنتخب الوطني في المده الاخيره، وجب الحذر. ايضا منتخب تنزانيا، منتخب واجهناه سابقا قوي على ارضيه ميدانه، عنده لاعب خطير جدا صمطة اللي كان يلعب في استون فيلا واللي رجع لبلجيكا يلعب في البطوله البلجيكيه. صمطة لاعب قوي، ايضا لاعبين اخرين ينشطوا في بطولات متفرقه في اوروبا او في الخليج. منتخب تنزانيا منتخب لبس به، منتخب محترم. المنتخب النيجر منتخب واجهناه، فزنا عليه هنايا في تشاكر، فزنا عليه في ارضيه ميدانه بنتيجه عريضه. منتخب ايضا منتخب نقولوا ضعيف، لكن الشيء اللي اكد عليه لا يجب الاستهانه بالمنتخبات هذه الصغيره او الضعيفه في افريقيا. شفنا درس كبير اعطته لنا كاس افريقيا، المفروض يعني استخلصنا الدروس، خاصه خرجنا بنقطه وبهدف مع منتخبات انصح القول ضعيفه ولا حتى مجهريه سواء سيراليون او غينيا الاستوائيه، وخرجنا يعني نتيجه نسميها كارثيه انصح القول. اذا الان الانطلاقه راح تبدا من اليوم. انا هضر نكون صريح، ما نشتيش نحب الكلام الشعبويه ونرجعوا خلونا نساو الفيفا ونساو القرارات وما القرارات، ننتظروا ان شاء الله يكون في اخير. الانطلاقه راح تبدا من اليوم، والانطلاقه تاع المنتخب الوطني في بناء منتخب قوي تبدا من اليوم بعد القرعه. بقى حوالي شهر، نقولوا شهر او اكثر بقليل، وتبدا منافسات تصفيات كاس افريقيا. اذا بغينا نكونوا منتخب قوي من الان التفكير في المستقبل. التفاؤل واش معناه؟ الناس تقول ما ماكمش تتفائلوا، لا نتفائلوا، احنا متفائلين دائما. انا كون ما نجيش نهضر على المستقبل ما نتفائلش، اللي يهضر يتكلم على المستقبل هذا انسان متفائل. التفاؤل يبدا من التخطيط للمستقبل، هذا هو التفاؤل. التفاؤل نبداو نخطوا لقدام للمستقبل، لكاس افريقيا في الكوت ديفوار في 2023 وتصفيات كاس العالم في 2026 بكندا والمكسيك والولايات المتحده الامريكيه. هذا هو التخطيط وهذا هو التفاؤل للمستقبل. التفاؤل للمستقبل يقول باللي يجب إشراك
طوبة في قلب الدفاع. التفاؤل المستقبل يقول لازم الاعتماد على مديوب في قلب الدفاع. التفاؤل يقول لازم الاعتماد على زدادكا كمدافع أيمن. التفاؤل يقول يجب جلب أيت نوري للمنافسة رامي بن سبعيني في الظهير الأيسر أو المدافع الأيسر. التفاؤل المستقبل يقول يجب الاعتماد أيضا على ياسين عدلي وعويشيش واللاعب اسماعيل بن ناصر للتخطيط للمستقبل. التفاؤل يقول يجب الاعتماد على بن رحمة أيضا أدم الناس أيضا درفلو ولاعبين لينشطوا في قلب الهجوم الشباب الموجودين في أوروبا. هذا هو التخطيط للمستقبل. إذن يجب تدعيم المنتخب على الأقل بحوالي 8 إلى 10 لاعبين للمستقبل، بدون أن ننسى أيضا زروقي لاعب وسط ميدان إدفنتي الهولندي. لكن هذا هو التخطيط والتفاؤل في نفس الوقت للمستقبل. إذا حبينا نكون متفائلين يجب التخطيط، يجب البداية تبدأ من اليوم، من اليوم يبدأ العمل للمستقبل، من اليوم نخطو ونديرو منتخب قوي، منتخب شاب، منتخب تنافسي، منتخب ليكونوا لاعبين تاعهم في مستوى عالي، منتخب ماهوش تاع لاعبين الخليج، منتخب ما نعتمدوش فيه، لازم ما نعتمدوش فيه على لاعبين تاع المستوى تاع الخليج، مستوى ضعيف، والبطولة التونسية البطولة ضعيفة. يجب لا كاليتي، الجودة، جودة اللاعبين. إذا بغينا نروحوا بعيد سواء في إفريقيا أو في إن شاء الله نتأهلوا كأس العالم 2026، يجب التخطيط على اختيار أحسن اللاعبين اللي عندهم المستوى العالي واللي يلعبوا في أندية في المستوى العالي. هذا هو باش تقدر تكون منتخب وانت مرتاح وما تخافش، لأنك عندك منتخب قوي وما تخافش. أما اللي جربنا مستويات البطولات الخليجية وشوفنا النتيجة. إذن هذا هو التخطيط وهذا هو التفاؤل للمستقبل، هذه الحقيقة. إذن صراحة يجب الاعتماد على لاعبين شباب، لاعبين عندهم المستوى العالي. كي نقول شباب نيش نقول محرز لازم نبعدوه ولا لاعبين، لا، عنده فترة وراح يعتزلوا، مش هيقدروا يكملوا منها حتى 2026. أنا ما يمكن أتكلم 2023 و 2026، نحظر للقدام. 2026 85 ولا 80% ولا 85% راح يعتزلوا اللاعبين، فيهم لاعبين خلاص يعني ما يقدرش لاعب عنده قبل 40 سنة يلعب، ما يقدرش يلعب. إذن التخطيط راح يكون بلاعبين شباب، لاعبين عندهم مستوى عالي، لاعبين يلعبوا في بطولات قوية، وأيضا لاعبين اللي يركزوا على كرة القدم ويركزوا على الميدان وما يهمش يركزوا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الانستغرام والفيسبوك واليوتيوب، يركزوا إلا على الميدان. هذا واش نحوسوا هنا، نحتاجوا لاعبين اللي يركزوا على أرضية الميدان وما يبقاوناوش لاعبين اللي تاع يكومونتي وتاع اللاعبين يتبعوا في الانستغرام واليوتيوب وتويتر، ما عندنا ما نديروا به صراحة، نهضرها بكل صراحة، لأن منتخب في تراجع رهيب 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 جدا. مستوى اللاعبين هبط، ما عدناش اللاعبين المستوى العالي صراحة. طوبة عام ونص هو في الاحتياط، كي دخل اكتشفنا انه كاين عندنا لاعبين شباب ما عطيناهمش الفرصة للأسف. أمور واضحة. إذا نتمنى توفيق المنتخب الوطني. الانطلاقة راح تبدأ من اليوم، والانطلاقة للتخطيط للمستقبل يبدأ من اليوم. الاعتماد على اللاعبين الشباب المستوى العالي واللاعبين اللي يركزوا إلا على أرضية الميدان وما يركزوش على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وتويتر والأمور هذه. هذا وش يحتاج المنتخب الوطني للذهاب بعيدا في كأس العالم إن شاء الله 2026 بكندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. إذن في الأخير ملتقينا مع مزيد من الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.